يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في قول المؤلف رحمة الله عليه: محمد صلى الله عليه وعلى آله التابعين له في السلامة من العيوب، هل يفهم منه أنه يعتقد العصمة في آل البيت؟ نعم. يقول في قول المؤلف: وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله التابعين له في السلامة من العيوب. التابعين له، شيخ التابعين له، تابعين له للرسول صلى الله عليه وسلم، فاللي ما هم تابعين له ولو كانوا من آله ما يعتبرون. نعم. نعم. شو يقول الأخ؟ تابعين مطلقة يعني، على كل حال كله سوا يعني، المهم أنه قال والتابعين، يعني اللي ما هو بتابع للرسول ما له عبرة، ولا هو من أهل البيت ولا هو من القرابة، ما يعتبر. نعم.